العيشة غالية اللي احنا عايشينها. انا اسرة مكونة من 5 افراد، الدخل مش مكفينا، فبشتغل وبساعد اسرتي وعايشين عيشة مش حلوة يعني وكده. هو بس الحياة العيشة غالية، واحنا كنا منتخبين الراجل دوت عشان خاطر نشوف يتعادل معانا في البلد او كده. ما تعادلش معانا في البلد، البلد مش معذورة خالص، في كذا حاجة متدمرة وناس بتموت كتير غالية. والعالم دوت ما فيش شغل، شباب وكل مدى عمال يغلف الحاجة. الناس هتجيب منين؟ تروح تسرق ولا تنهب؟ يعني المفروض عليهم يعني يخلصوا حاجة للناس وللبياعين محلات. الأسعار احنا ملاحظين إن هي بترتفع بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، ونلاحظ في اسكندرية بالذات إن أسعار الأسماك، ودي الوجبة الأساسية للشعب السكندري، بدأت ترتفع بشكل كبير جدا، لدرجة إنه أصبح من الصعب على أي مواطن سكندري إن هو ياكل وجبة أسماك متكاملة في الفترة اللي جاية أو في الفترة الحالية. الحاجة الثانية، بنشاهد ركود في أسواق الملابس نظرا برضو للارتفاع الشديد والمهول في الأسعار، لدرجة إن ملابس الأطفال أصبحت غالية جدا، فيعجز الآباء والأمهات عن شراء قسمة الشتاء لأولادهم. أما عن أسعار الخضروات والفاكهة حدث ولا حرج. وبالنسبة لأسعار اللحوم والدواجن أيضا شهدت ارتفاعا كبيرا، ده بالمخالفة للكلام اللي احنا بنسمعه من حكومة الدكتور هشام قنديل ومن الرئيس مرسي عن ان هيحصل انخفاض للأسعار وهيحصل ضبط للسوق المصري. كل الكلام ده بنلاقيه هراء، وكل الكلام ده كذب لا أساس له من الصحة. بنشوف الناس ماشية في الأسواق بتكلم نفسها تقريبا، بيحاولوا ان هم يعدوا اي شيء عشان يواجهوا بيه الاسعار في الفتره اللي فاتت، مش لاقيين طريقه. الانسان المصري اللي كنا بنقول ما فيش حد بيبات من غير عشاء، النهارده في عهدك يا دكتور مرسي الناس تقريبا بتبات من غير عشاء. بيقول لك اول كيلو الكوسه بخمسه وباربعه، الكيلو الطماطم باتنين، خلوه باتنين ونص، يعني الاسعار كلها غالية، مفيش حاجة اسمها رخيص. ماشي، البتاع دهوات اللي اسمه ايه اللانشو، الكيلو كنت بجيبها الحين بستة، هنا بتمانية، يعني الحاجة انا غالية كلها. 50 500 جنيه، وبصرف ونور ومية وبيت وإيجار ومصاريف، واللحمة ب70 جنيه وب75 جنيه، وكله غالي بغالي، والرز غالي والزيت غالي وكله غالي، وأيام سودة وأيام حط وأيام الزفت دام. أنا مش بخاف يابا، وأيام سودة منيلة بنيلة ومطينة بألف قطران، وربنا يعيننا على الهم اللي احنا فيه وعلى الوقت اللي احنا فيه، وخلينا عيالنا.